اهلا بكم. يتواصل الحديث عن الزياره الحاليه لملك الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، زياره وصفها المحللون بعده اوصاف من اهمها انها استراتيجيه، فهي تاتي في توقيت يعاد فيه تشكيل التحالفات الاقليميه والدوليه في المنطقه، طبيعه الحلفاء وايضا مناطق النفوذ. نتحدث عن تحالف استراتيجي، ما هو التحالف الاستراتيجي وشروطه، وهل ترقى العلاقه بين مصر والسعوديه الى كونها تحالف، وكيف يمكن ان التهديدات التي تواجه الان الامن القومي العربي ممكن ان يكون هذا التحالف هو القاطره لمواجهه هذه التحديات. العديد من الموضوعات والاسئله نفصل لها في مشهد اليوم، ومعنا للقراءه والتحليل الدكتور محمد صادق اسماعيل، وهو مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. يعني اسمح لي قبل ان نبدا في الحوار وفي القراءه في ما عرضته، نذهب الى هذا التقرير الذي يلقي الضوء على بعض روافد هذا الموضوع، ونعود بعده مباشره لبدايه الحوار. الزيارة التاريخية التي يقوم بها حاليا لمصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد مجددا عمق العلاقات والروابط التي تجمع البلدين الشقيقين. القمة الثنائية بين الزعيمين العربيين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي، إضافة إلى عقد العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسعودية، هي تأكيد على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الدولتين، وتقطع الطريق بل تقطع ألسنة من يشككون في العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية. زيارة خادم الحرمين الشريفين حافلة بالمشاريع والاتفاقات التي تجسد نقل العلاقات الثنائية المتميزة إلى آفاق أرحب تعزز مصلحة البلدين والشعبين. كما جسدت الزيارة مدى الشراكة التاريخية بين البلدين التي تؤسس لمرحلة جديدة تتوافر فيها ولها عوامل تثبيت وإعادة بناء أسس الاستقرار رغم التحديات الجسيمة والقلاقل الخطرة التي تواجهها المنطقة. والتعاون بين الرياض والقاهرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا يضمن سلامة وأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي. وتعد الزيارة دعما إضافيا جديدا لمصر، تضاف إلى مواقف المملكة الصلبة والشجاعة الداعمة لجمهورية مصر العربية واقتصادها في أحلك الظروف واللحظات، وتوفر في مجملها كل أشكال الدعم والشراكة بين البلدين خلال الفترة القادمة التي لم ولن تقتصر على العلاقات الثنائية، بل سيمتد أثرها ليشمل ما يمس القضايا الاستراتيجية في المنطقة. كما تمثل تتويجا للاستقرار الجديد الذي بدأت تشهده المنطقة الناجم عن تلك التحالفات القوية والمؤثرة في ظل التحالفات العربية والإسلامية المعلنة، وفي الوقت ذاته إعلان لمستقبل تمثل فيه هذه التحالفات واقعا يجعل منها القوة الفاعلة في المنطقة والقادرة على صد الأخطار ومواجهة التحديات. إذن هذه كانت بعض الأضواء على محددات العلاقات المصرية السعودية التي نفصل لها مع ضيفي الذي أجدد الترحيب به الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، يعني دعنا نبدأ من البداية بما عرضته في المقدمة. ماذا يعني التحالف الاستراتيجي وما هي شروطه بشكل مفاهيمي، يعني لمزيد من القراءة والتحليل الواقع؟ تمام. يعني إذا نظرنا إلى موضوع التحالف الاستراتيجي من ناحية نظرية، أعتقد أن كلمة استراتيجي تعني خطة أو برنامج عمل، هذا من ناحية استراتيجي. إذا نظرنا إلى التحالف الاستراتيجي هو خطط أو برامج العمل في كافة المستويات، ليست فقط على المستوى العسكري، لأن استراتيجية البعض يربطها بموضوع العسكرية، لكن التحالف الاستراتيجي يكون على كافة المستويات السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العسكري، حتى البيئي. وبالتالي إذا نظرنا إلى موضوع التحالف الاستراتيجي نجده هو نوع من التعاون في إطار تكاملي، بمعنى أنه أقصى درجات التعاون، لأن إذا حضرتك حتى إذا نظرنا إلى مفهوم التعاون البسيط حتى في العلاقات الدولية نجد أن
مجلس التعاون الخليجي مثلا على سبيل المثال يبحث في موضوع الانتقال من التعاون الى التكامل، وبالتالي اعتقد ان التكامل هو اقصى درجات التحالف الاستراتيجي. هذا من جانب التحالف الاستراتيجي او من ناحيه المفهوم. اذا نظرنا الى شروط التحالف الاستراتيجي، او هل التحالف الاستراتيجي يشترط ان يكون بين دول جيران بالمعنى الجغرافي، اعتقد ان هناك نظريتان في العلاقات الدوليه في هذا الشان. النظريه الاولى تؤكد لابد من وجود الجوار الجغرافي، لكن طبعا بعض المجددين في العلاقات الدولية ذهبوا إلى أبعد من ذلك، ليس هناك شرط أن يكون هناك تجاوب جغرافي بين دولتين، بالعكس لابد أن يكون هناك مصالح مشتركة تجمع بين هاتين الدولتين حتى يتم بناء تحالف استراتيجي، بدليل أن هناك العديد من التحالفات الاستراتيجية حتى بين دول عربية ودول غربية. صحيح. يعني قيل في فترة من فترات أن هناك تحالف استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذه دولة عربية وهذه دولة أمريكية. صحيح. هذه دولة لها استراتيجية خاصة بها أو سياسة خاصة بها، والولايات المتحدة الأمريكية لها دولة خاصة بها. هذا من الناحية النظرية. أهم شروط التحالف أن يكون هناك مصالح مشتركة، أن يكون هناك نية أو رغبة من الطرفين لتحقيق أقصى درجات الاستفادة كل من الآخر، بمعنى أن تستفيد الدولة من الدولة الأخرى وأن تحقق معها تكاملا في كافة المستويات وليس على مستوى واحد. لكن بالطبع برضو يعني أيضا إذا نظرنا إلى موضوع التحالف الاستراتيجي، لا يشترط فيه أن يتم التحالف على كافة المستويات، بمعنى هل التحالف بين الدول تحقق درجة التكامل في كافة المستويات أم هناك مستويات تعلو على مستويات أخرى، بمعنى هل الاقتصاد يعلو على السياسة أو درجات التعاون الاقتصادي تعلو على درجات التعاون السياسي أم لا. وبالتالي أعتقد أن التحالف الاستراتيجي هو السعي نحو تحقيق تكامل، ليس شرط أن يكون التكامل على كافة المستويات بنفس الدرجة، لكن المهم أن يكون هذا التكامل تكامل بين الدول بما يحقق مصالحها وأهدافها القومية. طب وهنتحدث عن العلاقات المصرية السعودية، نعم. هل هي ترقى إلى كونها تحالف استراتيجي؟ بالطبع، يعني انا يعني ازعم ان التحالف بين مصر والسعوديه بلغ اعلى مراحل التحالف الاستراتيجي اذا نظرنا اليه من كافه الجوانب، اذا نظرنا اليه من الناحيه السياسيه. اعتقد ان مصر والمملكه العربيه السعوديه هم اكبر دولتين في المنطقه اذا صح التعبير، من ناحيه القوى العربيه، من ناحيه الموارد، اقصد بكافه، ليس اقصد بالموارد فقط الموارد الماديه، اقصد بها كافه الموارد المتاحه. وبالتالي اذا نظرنا الى المملكه العربيه السعوديه ومصر تجد ان من الناحيه السياسيه هناك توافق تام في كافه الرؤى على تحقيق الاهداف المشتركه، بمعنى اليمن مثلا انظري الى القضيه العربيه على سبيل المثال. اليمن اعتقد ان هناك تحالف بين مصر والمملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالازمه اليمنيه، مصر عضو في التحالف العربي، السعودية تقود التحالف العربي في اليمن، هذا من جانب. قضية مثل القضية الليبية أعتقد أن مصر والمملكة العربية السعودية لديهم هدف واحد وهو القضاء على داعش في ليبيا وتحقيق أمن واستقرار الدولة الليبية. إذا نظرنا إلى الدولة السورية أبحث عن الهدف، لأن قيل أن بين مصر والمملكة العربية السعودية شيء ما فيما يتعلق بالمسألة السورية. بالضبط، لكن أنا لا أؤكد موضوع شيء ما. الهدف من مصر وهدف مصر وهدف المملكة العربية السعودية واحد في المقام الأخير، وهو بقاء الدولة السورية على قيد الحياة وبقاء الشعب السوري على قيد الحياة، لكن تختلف التعاطي في النظرة للقضية السورية بين مصر والمملكة العربية السعودية. لكن إذا أجمعنا أن الهدف واحد في النهاية وهو بقاء الدولة وبقاء الشعب على قيد الحياة، إذن اجتمعت الرؤى. هذا فيما يتعلق بالجانب السياسي. أعتقد أن الجانب الاقتصادي أيضا فيه تحالف استراتيجي من خلال تدشين المشروعات التي دشنت خلال الفترة الماضية. أعتقد أن نتحدث عن 17 مشروع وتحالف اقتصادي، نتحدث عن مشروعات اقتصادية عملاقة، نتحدث عن حجم تبادل تجاري عملاق، نتحدث أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة العربية. وبالتالي أنا أعتقد أن التحالف الاستراتيجي تم بناء مكوناته. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، وأعتقد أن هذه العملية العسكرية تحتاج إلى العديد من التساؤلات ربما حضرتك تطرحيها. طيب دكتور محمد، تحدثت يعني مررنا على بعض القضايا العربية، سوريا، نعم، يمن، ليبيا، يعني سنفصل لها لاحقا، ولكن نحن نتحدث عن وجود خلافات عربية في بعض القضايا، نعم، وجود توترات في بعض الدول العربية كما أشرنا الآن. عندما، نعم، نتحدث عن يعني وإحنا حتى نتابع التغطيات الإعلامية للزيارة، الكثير يتحدث عن القاهرة والرياض بأنهم عاصمتي القرار العربي، يعني بالزبط. التقارب المصري السعودي أو التحالف الآن نتحدث عنه، هل هو يعني تعويض أو بديل عن التكامل العربي الذي يعني يفشل كثير من الأحيان في كثير من الأصعدة، أم هو يمكن أن يكون القاطرة أو الرافعة للموقف العربي المأزوم بالفعل؟ يعني أعود مع حضرتك إلى التاريخ، ولا أعود إلى التاريخ قديما، لكن أعود إلى فترة الستينات من القرن الماضي. إذا نظرنا إلى فترة الرئيس جمال عبد الناصر، هل الرئيس جمال عبد الناصر وكان وقتها موجود الجمال العربية، حضرتك كما تعلم الجمال العربية أسست أو دشنت منذ عام 1945، الجمال العربية كانت موجودة، لكن الرئيس جمال عبد الناصر ذهب إلى تحالف مع سوريا مثلا، الجمهورية العربية المتحدة، من 58 ل 61 ذهب إلى تحالف آخر وسعى إليه من خلال سوريا والعراق أو سوريا وليبيا. وبالتالي أعتقد أن ما المانع أن يكون هناك تحالفات استراتيجية داخل المنظومة العربية
حتى تصبح هذه التحالف الاستراتيجي ان صح التعبير قاطره لدول اخرى تنضم الى هذا التحالف. بمعنى المملكه العربيه السعوديه ومصر حاليا هم من يقود التحالف العربي، لا اتحدث عن التحالف العربي بمعنى التحالف الذي في اليمن، اتحدث عن التحالف العربي اجمالا. وبالتالي اعتقد ان مصر والمملكه العربيه السعوديه بالقيمه والقامه الخاصه بهما قادرتين على ان تقود المنطقه العربيه. اذا نظرنا الى المملكه العربيه السعوديه وهي الجناح الشرقي للعالم العربي، تجد ان المملكه العربيه السعوديه هي قائده دول مجلس التعاون الخليجي طبعا فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، وهو المنظمة الوحيدة الباقية من المنظمات التحالف العربية. بمعنى كان هناك مجلس التعاون العربي، كان هناك اتحاد المغرب العربي، لم يبقى منهم سوى مجلس التعاون الخليجي الذي دش منذ أوائل سبعينات القرن الماضي وما زال موجود على قيد الحياة، الوحيد الباقي والفاعل. والفاعل بالضبط. إذا نظرنا إلى الجماعة العربية، هل الجماعة العربية ما زالت على قيد الحياة إن صح التعبير؟ أعتقد أن الجماعة العربية موجودة من الناحية الشكلية، لكن الجماعة العربية إذا نظرنا إليها حتى من ناحية الثورات العربية لم تخرج بجديد في موضوع الثورات العربية، أعتقد أنها بحاجة إلى تجديد. هذا من جانب، ومن جانب آخر إذن فالحل هو شراكة الاستراتيجية كما أشرت حضرتك أستاذ مي فيما يتعلق بموضوع كيف نعيد بناء الدول العربية من مرة أخرى، أو كيف نعيد بعث الهمة العربية مرة أخرى. أعتقد أن مصر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال كدولتين متحالفتين استراتيجيا، أعتقد أنهما قادرتين على النهوض بالمجتمع العربي إذا تم البناء على هذا التحالف. بمعنى لماذا لا تدخل دول أخرى في هذا التحالف؟ أعتقد أن هناك دول أخرى مرشحة للانضمام إلى هذا التحالف مثل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا لماذا لا ننظر إلى الدول المغرب العربي مثل المغرب والجزائر تحديدا. نتحدث عن الجزائر باعتبارها من أكبر الدول المسيطرة عسكريا، أو من أكبر الدول العربية من ناحية القوة العسكرية. العتاد. نعم. طب تحدثت دكتور محمد عن التحالف العربي. نعم. هل يتعارض مع القوى العربية المشتركة والتحالف الإسلامي هذا التحالف العربي؟ بالطبع، يعني أنا أرى موضوع التحالف الإسلامي هي فكرة لم تدرس جيدا. بمعنى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، أستاذ مي انظر إلى العنوان التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إذن هيضم كل الدول التي تحمل الصفة الإسلامية. هذا من جانب. من جانب آخر لمكافحة الإرهاب، طيب إذا نظرنا إلى الدول الإسلامية يصح أن تدخل في ضمن هذه الدول إيران لأنها دولة إسلامية، يصح أن تدخل تركيا لأنها دولة إسلامية، بالإضافة إلى الدول بالفعل تركيا في التحالف، بالفعل تركيا وأعتقد إيران. إذن لكن الإشكالية هناك دول داخل التحالف تنظر إلى دول أخرى داخل التحالف باعتبارها إرهابية. بمعنى البعض ينظر إلى تركيا باعتبارها داعمة للإرهاب، البعض ينظر إلى إيران باعتبارها داعمة للإرهاب، والدولتين أعضاء في التحالف الإسلامي. وبالتالي أعتقد أن التحالف الإسلامي لم يرقى إلى تدشين مفهوم جيد للإرهاب. بمعنى أنت تريد أن تكافح الإرهاب، ما هو الإرهاب حتى تكافحه؟ هناك بعض الدول ترعى الإرهاب وفي نفس الوقت ضمن القوى التي تكافح الإرهاب، وبالتالي هذه إشكالية. ننظر إلى التحالف العربي، وهذا وأنا أفضل التحالف العربي، أعتقد أن التحالف العربي أو بناء القوى العربية المشتركة هي الفكرة التي ربما تنتج عن التحالف الاستراتيجي من مصر والمملكة العربية السعودية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية لها تجربة رائدة وهي قوات درع الجزيرة، وإن لم يكتب لها النجاح لكن أعتقد أنه من الممكن البناء على هذه الفكرة. يعني نحن نتحدث عن قوات درع الجزيرة دشنت في ثمانينات القرن الماضي لكن لم تكن فعالة، بمعنى حتى في حرب الخليج لم تستدعى هذه القوات، وبالتالي أعتقد أن من الممكن البناء على الفكرة حتى. أعتقد أن قوات التحالف العربي المشترك هي فكرة طبعا دشنت في مصر، أعتقد أن المملكة العربية السعودية تؤيد الفكرة، ودعيني أربط بين شيء أهم جدا في الاتفاقيات التي دشنت